بعد إلقائكم راح نسألكم كم سؤال تسألكم لجنة التحكيم في النص اللي تم إلقائه وفي معانيه وفي مفرداته، فخلكم جاهزين إلى هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار، وإن شاء الله أتمنى التوفيق إلى الجميع. طبعا بدايتنا راح تكون مع الطالب صالح ضيف حسين من مدرسة لؤلؤة الخليج الخاصة، وقصيدته على الدهر لي عتب فهل هو زائل؟ يلا تفضل ولدي. أنا الطالب صالح ضيف حسين من مدرسة لؤلؤة الخليج العربي في الصف السادس، وقصيدتي هي على الدهر لي عتب فهل هو زائل، للشاعر إبراهيم بن محمد الخليفة الذي ولد في العام 1850 في المحرق وتوفي في العام 1933. ساهم في تأسيس مدرسة البداية الخليفية عام 1919، ولقبه أمين الريحاني عندما زار البحرين في كتابه ملوك العرب بلقب شيخ الأدباء والشعراء في البحرين. على الدهر لي عتب فهل هو زائل، ولي عنده حق فهل أنا نائل، تعثر حظي بين دهري وأهله، فلا أهله أهل ولا الدهر قائل، سأكتب في طرس المعالي بهمة لها قلم عزمي ورايي شاكله، وأستخبر الأيام عن قصدي الذي يطالبها قدري به وتماطله، فإني وإن أبديت مني تغافلا ففي النفس أمر ليس تخفى دلائله، سيعلمه يا صاح من كان جاهلا به ويراه رؤية العين عاقله، ألا أن عمرا أنفقته يد الهوى على عيلة الغفلات غالت غوائله، فما أغفل الإنسان عن قدر نفسه وأجهله في بذل ما هو باذله، تضمن ما لا يستقل ببعضه سواه وشاعت في الأنام فضائله، فإني رضي بالنقص بعد اتصافه بما تقتضي عنه الكمال عوامله، فوا خجلة الإنسان من فضل ذاته وقد شاع عنه نقص ما هو فاعله، أضاع نفيس العمر واغتال حتفه، لقد تب من بيعت عليه قواتله، تجلى له بدر الوجود بعيد ما ثوت في زوايا العدل قدما أوائله، وأهله من كان أحسن صنعة لأسرار علم قد أضاءت مشاعله، فلا العلم أوعاه ولا النفس صانها ولا عقله عن معقل النقص عاقله، تجلى فيا ليته لم يفز بفضيلة تحرج أن تكسو ذلا رذائله، فيا ليته لم يفز بفضيلة تحرج أن تكسو ذلا رذائله، أما العلم إكسير السعادة للفتى، أما العلم عز لم يفارق حامله، لعمري
أن العلم روح وجسمه وجود الفتى والعقل يا صاح عامله. والسلام عليكم. ممتاز يا صالح، وإلقاء جميل وقصيدة أجمل. طبعا ما راح أسألك في الشاعر لأن الشاعر أعطيتنا معلومات وافية عنه، وهو إبراهيم بن محمد الخليفة، وبمناسبة جد وزيرة الثقافة الحالية للشيخ حمي جدها. طيب راح أسألك في بعض الأبيات صالح. يقول: ألا إن يا ريت بس تعيد لقراءة وأستخبر الأيام. وأستخبر الأيام عن قصدي الذي يطالبها قدري به وتمام. جميل جدا. هني صالح: وأستخبر الأيام. وأستخبر الأيام بتصير مفعول. يقول الشاعر: ألا إن عمرا أنفقته يد الهوى على عيلة الغفلات غالت غوائله. ما المعنى المراد من هذا البيت؟ ماذا يريد أن يقول الشاعر في قوله: ألا إن عمرا أنفقته يد الهوى على عيلة الغفلات غالت غوائله؟ أن الإنسان أنفق عمره على أشياء ليس لها جدوى. ألا إن عمرا أنفقته يد الهوى على عيلة الغفلات أو عيلة الغفلات غالت غوائله. أن الإنسان أضاع وقته وأضاع عمره على أشياء وسببت له الحاجة والفقر وأهلكت. جميل. هل يحضرك معنى كلمة غالت؟ غالت؟ هي قتلته أو أردته. هات لي كلمة بمعنى ظهر وتبدى. ظهر وتبدى صار واضحا. شاعت من القصيدة. نعم. موجودة كلمة شاعت تذكر فيها البيت. طيب راح أعطيك البيت وأنت شوف: تجلى له بدر الوجود وعيدما ثوت في زوايا العدم قدما أوائله. كلمة بمعنى ظهرت وبدت. تجلى. ممتاز. فيا ليته إذ لم يفز بفضيلة تحرج أن تكسوه ذلا رذائله. فيا ليته. ما هذا الأسلوب؟ يعني وش نسمي هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ فيا ليته. فلو ما يقول له: لماذا فعلت هذا؟ يعني إذا لم أفعل سيكون أفضل. يعني بمعنى هو يلوم. يعني طبعا هو المعنى الأقرب فيا ليته دعاء أيضا. هو يدعو يتمنى أن يتحقق هذا الشيء. شكرا يا صالح. راح يسألك أستاذ حميد كم سؤال بعد. شكرا يا صالح. صالح في البيت الأول: على الدهر لي عتب فهل هو زائل. ما نوع الأسلوب هنا؟ هنا الشاعر يلوم الدهر ويقول له أن له حق على الدهر ويريد أن يأخذ هذا الحق. فهو يلوم هذا الدهر. هل يسمونه حق شنو؟ هل؟ سؤال صح. فعلامة هني السؤال الأسلوب نسميه شنو؟ أسلوب استفهام. طيب: أضاع نفيس العمر واغتال حتفه. ممكن تخلي كلمة نفيس في جملة؟ شنو معنى نفيس أول؟ مثلا جهاز مثلا الآيفون هذا نفيس. استفهام.
الجامعة. أو السيارة، سيارة الأستاذ مثلا زكريا نفيسة. إذن الذهب معدن نفيس. ماذا تعني كلمة نفيس؟ الذهب معدن نفيس. هو شيء يعني غالي. طيب، وقت لحتفه، ما معنى كلمة الحتف؟ لقي مثلا العامل. لقي ما يستحقه. لقي حتفه، ما معنى الحتف؟ لقي ما يستحقه هو ما. كلمة الحتف. لقي 45 مثلا شخصا حتفهم. هو ما يستحقونهم جزاءهم. الحتف هو الموت. طيب، ممكن تكلمنا عن العاطفة المسيطرة على الشاعر بشكل عام؟ هو يلوم الدهر ويقول أنا ويلوم الزمان وهي قصيدة عتاب ولوم وتحسر. فهو وأيضا في الأبيات الأخيرة قال أن العلم هو سبب هو السعادة وهو الإكسير. طيب، آخر بيت يا صالح، لعمري إن العلم روح وجسمه وجود الفتى والعقل يا صاحي عامل. لعمري مر عليك هذا الأسلوب من لعمري ينقسم. ممتاز، تحية عليك. شكرا يا صالح، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله دائما. زين، تفضل فاطمة أسد على المنصة وتنتظرون بنات بس ريثما نسجل بياناتكم. اعطوني أساميكم بنات الثلاثية. نور، مليح، محمد. ومن معاش الثانية؟ تقع علي جاسم. طبعا البنات راح يقول قصيدة الوطن المفدى للشاعر إبراهيم العريض. سقت الغاليات أرضا رعتني. تفضلوا بنات. سقت الغاليات أرضا رعتني، طاب للظبي في رباها المقام، ورعى الله تربة أنشأتني، وعهود الصبا بها أحلام. خلعت حسنها عليها الليالي، وازدهت في ظلالها الأيام. وانحل ذاك النظام. إن غصن أطل في القلب غنى، فوقه بلبل وناح حمام. كلما اهتز جانب القلب للذكرى، فللوجد فوقه أنغام. ساقني موطني على البعد شوق الطير للظل قد براه الأوام. والمها للمروج والأرض للغيث إذا أمحلت وما جلقتام. جئتها والخشوع ملء ضلوعي بعد أن عللت بها أعوام. فرأت من خلال دمعي عيني أثرا للذين في الربع ناموا. طلل قد ضحكن فيها الأماني، فهي بضاء ليس فيه منام. فاخلع النعل إنها تربة بورك نبتها سقاها الغمام. تربة قد تسلسل الماء من تحت رباها تزينها أعلام. لفحتها الرياح والشمس حمراء كلون
داموا. خضرة فوق حمرة قد جلتها صفرة فوقها خفقنا الخيام. وعقود من اللآلي يهديها لجيد الحسار بحر طغام. علقتها نفسي شبابا وبرد العيش غض فطاب فيها الغرام. لا أرتني الحياة بعدك أرضا موطن الدر لا علاك مقام. تلك أرض الجدود أرض أوال حل بغداك نظرة وسلام. شكرا يا بنات على إلقائكم الجميل، وشكرا أيضا لاختياركم هذه القصيدة. عرفونا قليلا بالشاعر إبراهيم العبيض. هذا الشاعر عاش في الهند منذ صغره، حينما عاد إلى موطنه رأى بقايا آثار أصحابه، فوصف هنا في قصيدته شوقه وما رأى ما خلفته الماضي. جميل. يقول: سقت الغاديات أرضا رعت. ما معنى الغاديات؟ السحاب. يقول أيضا: إن غصنا أطل في القلب غنى فوقه بلبل وناح حمام. وضح المعنى في هذا البيت. شبه الشعر إن البلبل إن الطير ينوح كما ينوح الإنسان. وشبه الشاعر بالبلبل بالإنسان الذي يغني. في كلمتان متضادتان في البيت، تعرفونها؟ في كلمتان متضادتان في البيت نفسه. إن غصنا أطل في القلب غنى فوقه بلبل وناح حمام. غنى وناح، بين غنى وناح، يعني عاطفتان متناقضتان. واحدة تشير إلى شنو؟ الفرح، وناحة إلى الحزن. ممتاز. راح أعطيكم في الأبيات الأخيرة اللي قرأتونها من عند لفحتها الرياح والشمس حمرة إلى قوله خضرة فوق حمرة. يعني شوفوا هالألوان هذه، ماذا اللي يريد من حركة الألوان في البيتين؟ ليش اختاروا هالألوان بالذات؟ طيب. شلون استفاد منهم الشاعر في القصيدة؟ وضع القصيدة أن تكون جميلة، فيها حركات مثل الألوان والصوت والموسيقى. جميل. يعني أعطى حركة للناس، هذا هو المهم. أعطى حركة للقصيدة عبر تعداد الألوان المختلفة، وأيضا كشف عن تحولات الطبيعة التي يراها في بلده. ممتاز يا بنات. لا أردني الحياة بعدك أرضا. ما نوع الأسلوب هنا؟ لا أردني الحياة، أسلوب دعاء. ممتاز بنات. اسأل السالفة. أنا شرحت كثيرة في البيت الثاني. ورعى الله تربة أنشأتني. نوع الأسلوب؟ طيب. والمها للمروج والأرض للغيث أمحلت وماج القتام. المروج جمع لمفرد مرج، والمرج هو المرج أرض واسعة خضراء. ممكن تخلينا كلمة مروج في جملة؟ جمع المروج مفردة أو جمع؟ هذا المرج واسع وكبير وجميل. قريت. ممكن تعيدوا قراءة البيت؟ لفحتها الرياح والشمس حمراء. ممكن تعيدوا قراءة البيت؟ لفحتها الرياح والشمس حمراء كلون الزجاج فيها المدام. لفحتها الرياح والشمس حمراء. قريتها بالفتح. قريتها بالفتح ولا بزبط الله؟ هي مضمومة لأن خبر.
سؤال أخير بنتي إذا تسمح لي أستاذ حميد، في بيته فاخلع النعلة إنها جربة بورك في نمتها سقاها الغمام. هل في اتصال بالقرآن في هذا البيت؟ ممتاز ممتاز جدا ممتاز. رقم 11 قال لهم قد ضحكنا فيه فيها الأماني، فهي الضاء ليس فيها. قال لهم اشرح لنا هذا القلب البيت شو مسميه. قال لهم قد ضحكنا فيها الأماني، يوجد في هذا البيت تشبيه وبمعنى طلل هي قطرات المطر. تشبيه هو شبه الشاعر الأماني بالإنسان الذي يضحك. الطلل هل هو المطر؟ قطرات المطر. شكرا يعطيكم العافية. نحيي البنتين تحية خاصة. شكرا لكم يا بنات والله يوفقكم. عبد الله وليد. عبد الله زين. من مشرفتك ولد اسم المعلمة؟ أزهار. أزهار شنو؟ مو فتيل. أزهار فتيل. أزهار فتيل. أزهار حسين فتيل. أزهار حسين فتيل. ابن الطالب عبد الله وليد وراح يقرأ علينا أو يلقي نص الحديث عن الوطن، تفضل. أنا الطالب عبد الله وليد من الصف 5000 من مدرسة بدر الكبرى، راح أقرأ لكم شعر الحديث عن الوطن للشاعر عبد الرحمن العشماوي. ولد عام 1956 ميلاديا. أخذ الماجستير والدكتوراه ودرس جامعة الإمام محمد بن سعود وتقاعد قبل سنوات. من أين أبتدئ الحديث عن الوطن؟ من أين أبتدئ الحديث عن الوطن ولمن؟ أصوغ حكاية الذكرى لمن؟ من أين؟ من أين والأمجاد تشرق في دمي نورا من الذكرى وتختصر الزمن؟ من أين؟ من أين والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعرنا الدرن؟ من أين أبتدئ الحديث؟ من أين أبتدئ الحديث وليلتي تأبى على عيني مقاربة الوسن؟ من أين؟ من أين والأشواق تحلف إنها ستظل تسقين التذكر والشجر؟ من أين؟ من أين والزمن السريع يمر بي وجبينه بدم الرحيل قد احتقن؟ فمن اللفافة حين نولد بدءنا في رحلة العمر القصير إلى الكفن. جميل، شكراً. ممكن نتكلم عن العاطفة المسيطرة على الشاعر في النص؟ على استفهام إنه هو خرج عن الوطن وهو مشتاق للوطن. هو مسافر وراجع إلى الوطن، هو الشاعر نفسه صح؟ لاحظ ما تسلوب من أين؟ من أين؟ ولمن أصوغه؟ غالب الاستفهام والسؤال في الأبيات. ماذا لنا تكرار أسلوب الاستفهام في القصيدة؟ هو يسأل الجمهور عن هو أبتدأ الاستفهام. شنو الدلالة اللي يعني يشير إلى علامة يدل الاستفهام؟ علامة الاستفهام.
كشف الاستخدام باستخدام الآلي. القصيدة كلها استفهام. يعني أقرب لك سؤال الأستاذ، يعني مرة أنت تسأل عن عدد، عن مكان، تسأل عن عاطفة، عن شغلة. الآن لما تكرر هذه الاستفهامات، ما الغرض منها؟ ماذا يريد أن يبين خلال هذه الاستفهامات؟ جواب. إيه ماذا يريد؟ جواب على ماذا؟ سؤال. على أي سؤال؟ من أين أبتدأ الحديث؟ من أين والأمجاد تشرب في دمي؟ دائما الأسئلة تفتح مجال إلى شنو؟ التفكير وشحن الهمة وزيادة الشوق والموضوعات. طيب عندك كلمة تأبى عيني مقاربة الوسم، من أين أبتدأ الحديث وليلتي تأبى على عيني مقاربة الوسم؟ ممكن تشرح هذا البيت؟ من يعني من الشوق لم يذق أو إنه تأبى عيني. تأبى معناها شنو؟ تأبى تأبى ترفض ترفض. ممكن تخليها لجملة تأبى. عندك يا عبد الله يقول من أين والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعرنا الدرن. تقدر توضح لي فقط التعبير الخيالي في هذا البيت؟ من أين والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعرنا الدرن؟ اوكي انزين، ما معنى كلمة الدرن؟ الدرن الاوساخ. طبعا هو لماذا يشبه الايمان بالنهر؟ ما العلاقة بين الايمان والنهر الجاري؟ ما العلاقة بين الايمان والنهر الجاري؟ في شيء يعني في شيء يشبه بعضهما البعض؟ هل في شبه بين النهر الجاري والإيمان؟ من المدرسة اللي ما الشبه بينهما؟ طيب عندك يقول آخر شيء في بيته الأخير، فمن اللفافة حين نولد بدءنا في رحلة العمر القصير إلى الكفن. في شيئين متقابلين هنا يمر بهما الإنسان بدءا من حياته ويختتم بمماته. وجاب مفردتين، واحدة تشير إلى بدء الحياة والأخرى تشير إلى النهاية. هات لي هاتين المفردتين. نولد و الكفن أو اللفافة. اللفافة اللي هي القماط يعني الذي يلف به المولود، والكفن. شكرا يا عبد الله، نتمنى لك التوفيق. نحيي الولد تحية خاصة. شفك ولدي؟ أستاذ مهدية عبد الله. أمامنا مدرسة المتنبي، سيلقي علينا الولد خالد عدنان محمود نص بشائر الخير للشاعر البحريني محمد هادي الحلواج. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الطالب خالد عدنان محمود من الصف الرابع من مدرسة المتنبي. اسم الشاعر الذي في القصيدة محمد هادي الحلواجي، ولد عام 1965 ميلاديا في المنامة،
عمل في وزارة الكهرباء، ثم عمل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، عين عضوا في مجلس الشورى عام 2002، عضو مؤسس في جمعية الرابطة الإسلامية. اهتم بالتنمية الاجتماعية والإسلامية وبالمرأة والطفل وأيضا بالشعر، ولقب بشاعر الملك، وحصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من لدن الملك. وعنوان القصيدة التي سألقيها عليكم. لحظات بس خالد ولدي، بس رجاء من الحضور الالتزام بالهدوء والصمت حتى نتمكن من سماع الطالب وسماع القائمين، فأرجو التزام الهدوء والصمت. عنوان القصيدة التي سألقيها عليكم أميرة العفوية حمد المعالي. إلى البحرين قد شد الرحالة، وطار محلقا يرجو النوالة. إلى وطني الذي إن غبت عنه قليلا أحسب الدنيا زوالا. أكاد أذوب من شوقي إليه، أعد الوقت مرتقبا مآلا. أنا البحرين في قلبي وروحي، عشقت لأجلها حتى الرمالا. تراب محبة وغبار عشق، عرفت به الكرامة والجمالا. بلادي فيض عز مستمر، وظل قد تطاول واستطالا. هي البحرين دارة كل مجد، عريق لا يزول ولن يزالا. مقام لا تجاريه الثريا، علوا وارتفاعا واكتمالا. صفاء لا تكدره الليالي، وطود معزة بز الجبالا. فدا لعلاك قد قدمت نفسي وأهلي والعشيرة والعيالا. سلام الله يا وطني يغادي ربوعك موطن وذوي الآلا. نما سمعي بأن فتى المعالي كعادته أفاض ندا ومالا. وأصدر أمره السامي عطاء، وخير البذل ما سبق السؤال. فقلت على البديهة مستمرا، وخير الشعر ما قيل ارتجالا. أبا إلا التفضل والكمال، وقال محبة فوفى المقالا. وجاد فزاد مكرمة بأخرى، وأحسب أنه غيث توالى. أمير العفو يا حمد المعالي، ويا من صاغ في الجود المثالة. أمير العفو يا حمد المعالي، ويا من صاغ في الجود المثالة. أشكر لكم السلام. خالد، في سريعا بعض الأبيات التي نود أن نقف عندها. يقول: بلادي فيض عز مستمر، وظل قد تطاول واستطال. لماذا وصف بلاده في هذا البيت؟ وصف بلاده أن هناك ظل طويل ويستطل في البلد، وأن هناك فيض مطر كثير. ممتاز جدا. مقام لا تجاريه الثريا، علوا وارتفاعا واكتمالا. ما هي الثريا؟ الثريا هو نجم عالي في السماء. وماذا يريد من وصف الوطن بالثريا؟ أن مقامه لا تجاريه الثريا. أن مقامه لا تجاريه الثريا، أنه عالي جدا ومرتفع. ممتاز. يقول: صفاء لا تكدره الليالي، وطود معزة بز الجبال بمعنى بز الجبال. بز علا عليها، ارتفع عن الجبال أو صار أدنى منها؟ ارتفع على الجبال. بز الجبال. طيب: سلام الله يا وطني يغادي ربوعك موطنا وذويك آلا. سلام الله، ما نوع هذا الأسلوب؟ سلام الله مدح. سلام الله يا وطني، سلام الله يا وطني. ويتمنى، يدعو، ماذا يفعل هنا؟ يدعو الله أن الوطن
وطنه يكون سليما دائما. ممتاز جدا. العاطفة التي تراها في الشاعر، هل هو حزين؟ هل هو متفائل؟ هل هو محب لوطنه؟ هو مشتاق إلى وطنه لأنه كان مسافر خارج الوطن عندما كتب هذه القصيدة. ممتاز. هو مشتاق إلى وطنه. جميل. هات لي كلمة من هذا البيت بمعنى زاد وكثرة. نما سمعي بأن فتى المعالي كعادته أفاض ندا ومالا. كلمة بمعنى زاد وكثرة. نما سمعي بأن فتى المعالي كعادته أفاض ندا ومالا. أفاض أحسن. يا خالد وقول معزة صفاء لا تكدره الليالي طول معزة بز الجبال. ما العلاقة بين كلمة طول والجبال؟ أن الجبال عالية وطول الوطن. ما هو الطول؟ كلمة طول، الطول نفس معنى كلمة الجبال، مسمى ثاني للجبل يسمونه الطول. وأصدر أمره السامي عطاء وخير البدل ما سبق السؤال. الشطر الثاني وخير البدل ما سبق السؤال، ممكن تتكلم عن صنف من أي الأنواع الأدبية وخير البدل ما سبق السؤال؟ يعني هل هو مقولة؟ ماذا يقصد انه خير البدل ما سبق السؤال؟ خير البدل وقبل سبقه السؤال. خير البدل خيره سبقه السؤال. هو يتكلم عن حكمة هنا موجودة في القصيدة، وخير البدل ما سبق السؤال، ان البدل والكرم والاعطاء من دون سؤال. من دون سؤال. السؤال هو ماذا؟ السؤال هو طلب. هو يطلب مثل ما واحد يطلب منك مال يسأل. هو يعطي من دون طلب، من دون سؤال. هذا هو المقصود. شكرا يا خالد، يعطيك العافية حبيبي. شكرا. من طاهر عبد الله. عبد الوهاب. السلام عليكم، اسمي منى طاهر عبد الوهاب. سوف ألقى عليكم قصيدة السلام للشاعر سميح القاسم. إنه من أبرز الشعراء الفلسطينيين. ولد لعائلة درزية في مدينة الزرقاء، وتعلم في مدرسة الناصرة والرامة، وعلم في إحدى المدارس، ثم انتقل بعدها إلى الحزب السياسي. سجن القاسم أكثر من مرة بسبب أشعاره وأقواله. ومن أعماله مواكب الشمس، دمي على كتفي، سقوط الأقنعة. ليغني غيري للسلام، ليغني غيري للصداقة، للأخوة، للوئام. ليغني غيري للغراب، جذلان ينعق بين أبيات الخراب. للبومي في أنقاض أبراج الحمام، ليغني غيري للسلام، وسنابل في الحقل تجهش بالحنين. للنورج المعبود يمنحها الخلود من الفناء، لصدى أغاني الحاصدين، لحداء راع في السفوح، يحكي إلى عن ذاته عن حبه الخفر الطموح، وعيونها السوداء والقد المليح. ليغني غيري للسلام، والعين ما عادت تبل صدى شجيرات العنب، وفروع زيتوناتنا صارت حطب، لمواقد الله يا ويلي حطب. وسياجنا المهدود أوحشة صهيل الخيل، في الطفل المهيب والجن يشكو الهجر، والإبريق يحلم بالضيوف بألي هلا عند الغروب. ورؤى البراويز المحطمة المغبلة الحطيمة، تبكي على أطرافها نتف من الصور القديمة، وحقائب الأطفال
أشلاء يتيمة لبثت لدى أنقاض مدرسة مهدمة حزينة. ما زال في أنحائها ما زال يهزأ بالسكينة، أجعم من الدرس الأخير عن المحبة والسلام، ليغني غيري للسلام. وهناك خلف حواجز الأسلاك في قلب الظلام جثمت مدائن من خيام، سكانها مستوطنات الحزن والحمى وسل الذكريات. وهناك تنطفئ الحياة في ناسنا في أبرياء لم يسيئوا للحياة. وهنا همت بيارة من خلقهم خيرا كثير، أجدادهم ورسوا لهم ولغيرهم يا حسرة الخير الكثير. ولهم من الميراث أحزان السنين، فليشبع المتضورون وليشبع الأيتام من فضلات مأدبة اللئام، ليغني غيري للسلام. وعلى ربا وطني وفي وديانه قتل السلام، قتل السلام، قتل السلام. لا نصبة لا زهرة لا تذكار، لا بيت شعر لا ستار، لا خرقة مغضوبة بالدم من قميص كان على إخوتنا الأبرار، لا حجى خطت به أسماءهم لا شيء يا للعار. أشباحهم ما برحت تدور تنبش في أنقاض كفر قاسم القبور. أشكرك يا منة على هذا النص والمعلومات أن الشاعر طبعاً توفي هذا العام قبل يمكن شهرين بالكثير، سميح القاسم. القصيدة جميلة جداً منة. أنا راح أسألك أول شيء في فكرتها، ما فكرة هذا النص؟ فكرة عامة اللي هو الشاعر يرفض السلام مع إسرائيل. رفض السلام مع إسرائيل. جميل. لاحظ هنا في قوله ليغني غيري للسلام، ليغني غيري للصداقة للأخوة للوئام. هو يخاطب الآن الآخرين أنه يجعل السلام أغنيتهم هم لا أغنيتي أنا، فهل هو رافض أم قابل بالسلام؟ رافض بالسلام. ليغني، هذا أسلوب نحوي، ما نوع الفعل هنا؟ ليغني، ما نوع الفعل؟ مضارع ماضي؟ ليغني، لتكتب، لتشرب، أمر، أسلوب أمر. يقول ليغني غيري للسلام والعين ما عادت تغل صدى شجيرات العنب، والعين ما عادت تغل صدى شجيرات العنب. حاول توصل لنا فكرة المقطع يعني هذا. العين ما صار في دموع، يعني العيون جفت. العيون جفت، من أين استفدت أن العيون جفت؟ من أي كلمة؟ والعين ما عادت تبل صدى شجيرات العنب، اللي هو ما عادت تبل. ما عادت تبل. شجيرات العنب صارت حطب، جفت. ممتاز، ممتاز، يعني أن العين بدأت تجف بسبب أنها لم تجد ما تريد. طبعاً قصيدة طويلة ولكن نحاول نلم ببعض الكلمات. يقول تبكي على أطرافها نتف من الصور القديمة وحقائب الأطفال، أشلاء يتيمة لبثت لدى أنقاض مدرسة مهدمة حزينة. ما معنى كلمة أشلاء؟ أشلاء هذه ما معنى أشلاء؟ مبعثرة. مبعثرة. يحضرك يعني مفرد هذه الكلمة، هي جمع طبعاً. يحضرك يعني حقائب، يعني مقطعة ومبعثرة في كل مكان. تمام. الآن كلمة أشلاء جمع، يحضرك مفرد هذه الكلمة ما هو؟ ما مفرد أشلاء؟ ما مفرد أشلاء؟ طيب. طبعاً هي أشلاء مفردها شلو. في لديه يقول جثمت مدائن من خيام، سكانها مستوطنات الحزن والحمى وسل الذكريات. عن أي خيام يتحدث؟ خيام مرت إسرائيل قالت يعني ما بتتحرك، هي صور جمالية شبه المدائن بالإنسان النفسي أو الحيوان اللي قاعد في مكانه ما بيتحرك. أوكي. طيب
شكرا يا منة. راح اعطي المايك الى استاذ اغرش يا منة. زين. ليغني غيري للغراب، لماذا استخدم كلمة الغراب؟ اولا لماذا اخترتي هذا النص؟ انت اخترتي ولا المعلمة؟ للغراب، ما دلالة الغراب في ثقافتنا احنا؟ الغراب دائما يكون موجود في الاماكن اللي فيها ناس ميتين كثير، يعني يكون موجود على الجثث. وشو تعني؟ اعطيني كلمة يدل عليها الغراب، لما نشوف الغراب نقول هذا يعني علامة. يعني ان في جثث واجد موجودة مني في يعني علامة شؤم، يعني علامة شؤم الغراب. في كلمة تدل على الغراب مثل ما قال أستار في نفس المقطع بنتي، تعرفين أي كلمة تدل على الغراب؟ في نفس المقطع اللي قرأ عليه ما صوت الغراب؟ ما تدري ما صوت الغراب؟ نعيق. انظري جدلان ينعق بين أبيض. جدلان هو الفرح الشديد. احنا قاعدين نلاحظ كلمة ينعق لأن هي صوت. صوت الغراب. صوت الغراب. طيب للنوري النورة ولا النورة معبود يمنحها الخلود من الفناء، ما الظاهرة اللغوية الموجودة هنا؟ النورة هي آلة نجر بها القمح عشان يطلع لنا الحب. طيب، ما العلاقة بين كلمة الخلود والفناء؟ الخلود فناء يعني مكان فارغ، الخلود مكان في ناس يعني. الخلود والفناء. العلاقة بين كلمتين، العلاقة بين الخلود والفناء. هل هما ترادف؟ هل هما تضاد؟ مترادفتان، متضادتان، متقابلتان. الخلود والفناء ما العلاقة بينهما؟ مترادفتان يعني الخلود بمعنى الفناء. الخلود اللي هو مكان هادئ يعني. طيب وفرور زيتوناتنا صارت حطب، يعني الزيتون جف ما صار فيه يعني صار حطب يعني جمد ما صار. طيب ما دلالة غصن الزيتون؟ الزيتون يستخدم او يوظف في ماذا؟ الدلالة على وفرور زيتوناتنا صارت حطب. غصن الزيتون يستخدم للسلام صح؟ هنا وصف الشاعر وفرور زيتوناتنا صارت حطب بمعنى جف غصن الزيتون ويترتب على ذلك انما يريد ان يكون انتهى موضوع هذا السلام. منا الناس يعني في كلمات قوية يعني أو مثيرة، أشلاء، أنقاض، الحزن والحمى، الأسلاك، النعيق، الفناء، قتل السلام، أشباحهم، أنقاض، هاي كلمات كلها فيها دلالة ودلالة سلبية. فجو القصيدة نصفها بماذا جو القصيدة يعني؟ فما واحد يقرأ القصيدة يشعر بالحزن والأسى. شكرا حبيبتي أشرا. يلا تفضلي بنتي، وين مدارس سمية أو طالبات سمية؟ تفضلون واعطونا أساميكم الثلاثية. فاطمة محمد. فاطمة محمد عباس. فاطمة صباح الصباح. فاطمة محمد عباس وخاتون صباح الصباح. خاتون صلاح. صباح. خاتون صباح شنو؟ صباح. الصباح. اسم المشرفة؟ المشرفة بنات. زينب. طبعا بناتنا راح يلقون لنا نص جميل من اجمل نصوص احمد شوقي امير الشعراء، وهو اختلاف النهار والليل ينسي اذ كرى للصبا وايام انسي. يلا تفضل. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. غربه وحنين للشاعر احمد شوقي. اختلاف النهار والليل ينسي
اذكرا لي الصبا وأيام أنسي، وصفا لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي. عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. وسلا مصر، وسلا مصر، هل سلا القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي؟ كلما مرت الليالي عليه رق رق، والعهد في الليالي تقسي. مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي. راهب في الضلوع للسفن فطن، كلما ثرن شاعهن بنقصي. يا ابنة اليم ما أبوك بخيل، ما له مولعا بمنعي وحبسي. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي. نفسي مرجل وقلبي شراع، بهما في الدموع سيري وأرسي. واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر بين رمل ومكسي. وطني وطني، لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ ظمأ للسواد من عين شمسي. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. بنات، تعطونا فكرة عن أمير الشعراء أحمد شوقي. ولد في 16 من أكتوبر 1870، وينحدر على 4 أصول: عربية، وجركسية، يونانية. درس في الحقوق ولقب بأمير الشعراء سنة 1927، ومات وتوفاه الله سنة تاريخ 23 من أكتوبر سنة 1902. طيب، القصيدة طبعا في شغلة عند الشعراء العرب تسمى بالمعارضة، وهو أن يأتي بقصيدة على منوال قصيدة أخرى. فهل عندكم فكرة عن القصيدة التي عارض بها أحمد شوقي هذا النص أو هذه القصيدة؟ يعني هو وضع قصيدته معارضة لقصيدة عربية مشهورة لشاعر عربي معروف من نفس البحر ومن نفس الوزن ومن نفس القافية أيضا. ما هي تلك القصيدة؟ عندكم فكرة عنها؟ هي قصيدة أي كثقافة عامة يعني؟ هي قصيدة البحتري بس ممتاز، هي قصيدة البحتري، سينية البحتري اللي مطلعها صمت نفسي عما يدنس، نفسي وترفعت عن جدى كل جبسي. ممتاز. طبعا هني بنات راح ابدا معاكم القصيده ثريه يعني في معانيها، ويمكن ما يسع الوقت اني اسالكم في كل شيء، بس اسالكم في الابيات من 4 إلى 7 من عيد لما قال: وسلا مصر هل سلا القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي. في قوله: مستطار اذا البواخر رنت اول الليل او عوت بعد جرسي، اشرح لي هذا البيت السادس. مستطار من البواخر معناته ان قلب الشاعر يفزع او يطير من شوقه الى وطنه عندما يسمع البواخر وهي تصل الى الميناء. ممتاز، لانها الطريق رحلته الى الوطن. ممتاز، جميل جدا. يقول: يا ابنة اليم ما ابوك بخيل، ما له مولعا بمنع وحبسي. يا ابنة اليم، ليش اختار هذا المعنى؟ ليش لماذا اختار هذا اللفظ بالتحديد؟ لانه يا ابنة اليم، يقول الشاعر هنا ان اباك البحر ليس بخيل، وهو مشهور بالكرم، يخاطب السفينه، يخاطب السفينه، وهو يخاطب السفينه، وهو لا يمنعني من العوده الى الوطن. ممتاز جدا، جميل. النوع الاستفهام: احرام على بلابله الدوح،
حلال للطير من كل جنس. هنا الشاعر يقول حكمة بأن الغرباء يأتون إلى الوطن ويستبدلون البلابل يغزلون بها أبناء الوطن التي تعيش في وطنها بالمستعمرين، وعندما تعارضهم ينفونهم إلى خارج الوطن. ممتاز جدا. في لفظة قديمة من الألفاظ اللي كانت تستعملها العرب لتعبر بها عن القدر، والقدر ما يوضع فيه الطعام، يعني أنا راح أقول لكم البيت والبيتين، يعني بيتين 11 و12. هات لي كلمة بمعنى القدر عند العرب. القدر ما يوضع فيه الأكل والطعام. من البيتين 11 و12 هات لي كلمة بهذا المعنى. المرجل. ممتاز جدا. نفسي مرجل، نفسي مرجل، وقلبي شراع، بهما في الدموع سيري وأرسي. طيب، نفسي مرجل ماذا تعني؟ نفسي مرجل يقول الشاعر بأن أنفاسها الملتهبة سوف تكون وقود للسفينة. وقود للسفينة. جميل جميل. وقلبه الخافق سوف يكون شراع للسفينة. جميل. شلون كيف استفدتي ان نفسه ملتهب؟ شلون استفدتي؟ من اين اخذتي معنى ملتهب؟ مرجل، لان الايه البخاريه اللي تقول البخار خارج الماء. ممتاز جدا، شكرا يا بنات. تفضل استاذي. يعني ما شاء الله النص يعني اختيار. طيب، البيت الرابع، وسلا مصر. هل سلا؟ العلاقة بين سلا وسلا، ما معنى كلمة سلا في البيت الأول والسلا الثاني؟ السلا الثانية. سلا الأولى تعني سؤال، مسألة عكسها عجيبة. أما سلا الثانية تعني هل نسى وصبر، وعكسها نسيان. طيب، السلوك. طيب، سلا هي فعل ولا حرف ولا اسم ولا؟ فعل. ما نوع الفعل؟ ماضي. سلا. لا لحظة، الفعل الماضي أي واحد منهم؟ سلا الأولى لو سلا الثانية؟ سلا الثانية ماضي، وسلا الأولى وسلا مصر. فعل أمر موجه لصاحبي الخيالية. طيب، ممكن تكتب لك أبيات مثلا حافظة لنا عن حب الوطن، شاعر آخر، شاعر بحريني، أو حتى مو لو تعرفين اسم الشاعر، ممكن مثلا بما أن احنا مقبلين على أيام العيد الوطني، تحفظون أبيات؟ أحيي لساني قد سار وبحبك يعفو عنه. إلى من؟ أول وحد العلا أرض الحضارات غنى بها الدهر في آذن في فجر الفتوحات. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا للبنات وشكرا لأدائكم الجميل، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. سجل بياناتكم بنتي أول شيء. شنو عنوان النص بنات؟ موطن الخير. أعطوني أساميكم. إيمان عبد الجبار مهدي. واللي معاه شو اسمها؟ فاطمة صلاح عبد العزيز.
تشرفتكم. هو نفسي سقط الغاليات. يلا تفضلوا. اسمي مرعى عبد الجبار، صف السادس الابتدائي من مدرسة الدل الابتدائية الإعدادية للبنات. اسمي فاطمة صلاح من مدرسة الدل الابتدائية الإعدادية للبنات الصف السادس. بنلقي قصيدة موطن الخليج. ربة الشعر حلقي ثم عودي، ألهمي النشيد تلو النشيد، وأطلي على سمائي شمسا أرتوي من جلالها المعبود. ليس شعرا وإنما نفحات من خيال الذرى وعطر الخلود. أرهفت سمعها أوال لتصغي، أرهفت سمعها أوال لتصغي ارتقابا للشاعر الغريدي. ليت شعري والعاشقون ألوف، هل ساحظا بوصل يوم فريد؟ أتراني أنال بعض رضاها وهو أقصى المنى وأشهى الوعود، وأنا لا أزال في معبد الفن صغيرا، لم أعد طور الوليد، غير أني وقد رضعت هواها وتمشى عطاؤها في وريدي. أجتلي فيض حسنها فإذا قلت فما لي فضل سوى الترديد. موطني موطن الجمال ومهد العبقريات من سحيق العهود. يذكر الموج والشواطئ تروي قصة المجد في الزمان العتيد. من هنا أقلع الشراع فرفت في أعالي البحار بيض البنود، وتوالت قوافل النصر حتى أذن الله للصباح العتيد. وانطلقنا مع العروبة شعبا واحدا تحت راية التوحيد. ما زحفنا كغيرنا نطلب الفتح، ولكن لله زحف الجنود. أمة علمت سواها المعالي ومشت بالحياة بعد الجمود. استاذة عائشة، بس عفوا النص ما مو موجود عندنا، يعني استاذة نص النسخة خرجنا احنا، عندك نسخة فاطمة؟ بلا مدرسة الدير. اوكي جيبوا بنات النسخة اللي عليكم. اللي واصل ان النص قصيدة الراحل العرية. لا هذا حق الاعدادي. ها عجل معنا صار لبس هني. ما في مشكلة. معلش بنات اذا عندكم جيبوا نسختكم بنات، خلنا نسألكم فيها. لا ربة الشعر. فاطمة أعطي حبيبة العلمي جميل. ما في مشكلة أستاذ، الحين بنمشي على النص اللي عندهم. ما أعرف استاذ ان النص اللي عندنا ما اعدادي، بس ابتدائي ما شفنا. احنا فصلنا النص محمد بعدين طرشنا الخميس. انزين معلش ماكو مشكله. شكرا اول شيء لكم يا بنات على الاداء الجميل، ونبدا بربة الشعر حلقي ثم عودي، الهميني النشيد تلو النشيد، واطل على سمائي
أرتوي من جلاله المعبود. من يخاطب الشاعر بقوله ربة الشعر؟ يخاطب من؟ يقال أن لكل شاعر ساحرة أو جنية تلهمه النشيد فيخاطبها أن تحلق في السماء ثم تعود حاملة معها الشعر. جميل جدا. فعلا هذا اعتقاد عند كثير من الشعراء بأن الشعر هناك آلهة هي التي توحي لهم بالشعر. يقول يا بنات ليت شعري والعاشقون ألوفا ألوفا هل سأحظى بوصل يوم جديدي فريدي. طيب ليت شعري هذا أسلوب من الأساليب المعروفة المستعملة في خطاب باللغة العربية. ما نوع هذا الأسلوب؟ أسلوب ترجي أو تمني. جميل جدا. يقول أيضا ليس شعرا وإنما نفحات من خيال الذرى وعطر الخلود. ليس شعرا وإنما نفحات. ما هي النفحات يا بنات؟ ما هي النفحات؟ يعني العطر أو الريح الطيبة. العطر أو الريح الطيب ممتاز جدا. من أبياته أيضا وانطلقنا مع العروبة شعبا واحدا تحت راية التوحيد ما زحفنا كغيرنا نطلب الفتح ولكن لله زحف الجنود. هات لي كلمة بمعنى التقدم في المعركة. زحفنا ممتاز جدا. من أبياته وأنا لا أزال في معبد الفن صغيرا لم أعد طور الوليد وأنا لا أزال في معبد الفن صغيرا لم أعد طور الوليد. وضحي هذا الصورة في البيت، المعنى الخيالي في البيت ما هو؟ يعني أنا ما زلت يعني في معبد الفن لحين أنا صغير ما كبرت في العمر. هل يحضرش في القصيدة أو في النص كلمات تدل على القداسة على الأماكن المقدسة مثلا؟ مثل الذرة. بعد على الأماكن المقدسة التي يقدسها الناس سواء كانت مسجد أو كانت كنيسة أو كانت دوحين لقدش البيت وأنا لا أزال في معبد الفن. أي كلمة تدل على المكان المقدس؟ معبد. لماذا يجعل الفن شيئا مقدسا؟ لأن الفن إلى قيمة في الحياة ويوصل الشخص إلى أهدافه. ممتاز. لأن الفن له قيمة في الحياة وهو يؤمن بقيمة هذا الفن أو هذا الشعر باعتباره شاعر. أستاذ حميد واشتلى فيض حسنها قرأتونها لو اشتلى فيض حسنها. طيب من واشتلى إلى من هنا أقلع الشراع. أجتلي فيض حسنها فإذا قلت فما لي فضل سوى الترقيد. موطني موطن الجمال ومهد العبقريات من سحيق العهود. ممكن تشرحون البيت الأول؟ أجتلي بمعنى أبحث أو أنظر، يعني أبحث عن حسنها وجمالها وكل ما أشوف هالمنظر يعني ما يوصف، ما له وصف، يعني ما أقدر أسوي شيء سوى أن أردد الكلام. طيب موطني موطن الجمال ومهد العبقريات من سحيق العهود.
إن كلمة سحيق والعبود مضاف ومضاف إليه. ممكن تتكلمون عن الدلالة سحيق العبود؟ يعني على ما يدل قوله سحيق العبود؟ سحيق العبود يعني من الزمن البعيد. البعيد أو القديم. بس الدلالة، دلالة المعنى يعني. لو اختار الزمن القريب، لو قال من قريب العبود مثلا. لا يعني يقصد ان يعني هي موطن الـ يعني العباقره من 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 زمان قديم جدا. جميل جميل. شو العلاقه بين كلمه مهد وسحيق؟ مهد معناها يعني درب او مهد الشيء يعني الطفل، الطفل في المهد يعني بدايه الشيء صح؟ اطلب العلم من المهد. وسحيق يعني معناها الشيء البعيد. الآن عندنا البيت 11 يذكر الموج والشواطئ وجروي قصة المجدي في الزمان العتيد. العتيد يعني القديم صح؟ ممكن تخلينا في جملة؟ كان أجدادنا كان لأجدادنا حضارة في الزمان العتيق. شكرا شكرا يا بنات، نحييهم على إلقائكم وعلى إجاباتكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم، اسمي فاطمة أحمد الخالدي من صف 5-4 من صف حفصة من مكة. إني مررت على الرياض الحالية وسمعت أنغام الطيور الشادية، فضربت لكن لم يحب فؤادي كطيور أرضي أو زهور بلادي، وشربت ماء النيل شيخ الأنهر فكأنني قد ذقت ماء الكوثر، نهر تبارك من قديم الأعصر عذب ولكن لا كماء بلادي، وقرأت أوصاف المروءة في السير فظننتها شيئا تلاشى واندثر، أو أنها كالغول ليس لها أثر، فإذا المروءة في رجال بلادي، ورسمت يوما صورة في خاطري للحسن، إن الحسن رب الشاعر، وذهبت أنشدها فأعيا خاطري، حتى نظرت إلى بنات بلادي، قالوا أليس الحسن في كل الدنا، فعلى ما لم تمدح سواها موطنا، فأجبتهم إني أحب الأحسن أبدا وأحسن ما رأيت بلادي، قالوا رأيناها فلم نرى طيبا ولا صباها والجمال مع الصبا، فأجبتهم لتكن بلادي سبسبا غفرا فلست أحب غير بلادي، قالوا تأمل أي حال حالها، صدع القضاء صروحها فأمالها، ستموت إن الدهر شاء زوالها، أتموت؟ كلا كلا لن تموت بلادي، هي كالغدير إذ أتى فصل الشتاء فقد الخرير وصار يحكي الميتا، أو كالهزار حبستهم لكن متى يعد الربيع يعد إلى الإنشاء. جميل، نحيي البنت. طبعا فاطمة في ملاحظة بالنسبة لتوزيع القصيدة، لأن هو التنسيق هي قصيدة رباعية بمعنى أن شطر ألف شطر باء شطر ألف شطر باء ثم قفلة، فهي النص اللي عندنا موزع بشكل عمودي، فمن كذي صار في الإلقاء شوي حيرنا. على العموم الشاعر إيليا أبي ماضي، ماذا تعرفين عنه فاطمة؟ شاعر لبناني عربي لبناني من أشهر شعراء المجهر المهجر، تقصدين المهجر، ماذا تعنين بشعراء المهجر؟ من هم شعراء المهجر؟ طيب شعراء المهجر هم الذين خرجوا خارج بلدانهم واستوطنوا في الغرب وبقوا فيها فترة ثم أسسوا رابطة سموها برابطة شعراء المهجر، وهم شعراء عرب. الشاعر من المدرسة الرومانسية ولذلك شعره يميل إلى الطبيعة وما إلى ذلك. يقول وشربت ماء النيل شيخ الأنهري، ماذا يدل لفظ أو وصف شيخ الأنهر؟ شيخ
على ما يدل شيخ الأنهار؟ لماذا وصفه بهذا الوصف؟ لأن نهر النيل هو يعني أكبر نهر. أكبر نهر، صح. تعرفين وين امتداد وين يبدأ؟ هو يبدأ من أثيوبيا ويمر عبر السودان ومصر ويصل إلى حدود يعني مصر في طيب. يقول من أبياته قالوا أليس الحسن في كل الدنا فعلام لم تمدح سواها موطنا. الدنا جمع لأي كلمة؟ الدنيا. فأجبتم أني أحب الأحسن أبدا وأحسن ما رأيت بلادي. قالوا رأيناها فلم نرى طيبا ولا صباها والجمال معصبة. فأجبتهم لتكن بلادي سبسبة. سبسبة خالية من الجمال. خالية من الجمال في كلمة تدل عليها في نفس البيت. قفرا. قفرا يعني العلاقة بين سبسب وقفر علاقة ترادف لو تضاد. علاقة ترادف ممتاز جدا. بماذا شبه بلاده في قوله هي كالغدير إذا أتى فصل الشتاء فقد الخرير وصار يحكي الميتا؟ شبه الشاعر الغدير كالماء الذي يجري. كالماء الذي يجري أو كالهزار. ما هو الهزار؟ أو كالهزار حبسته لكن متى يعد الربيع يعد للإنشاد؟ الطير. هو طبعا هزار عادة يطلق على ثغيل الطيور يعني بشكل عام. تفضل السرح مين؟ فاطمة في البيت وقرأت أوصاف المروءة في السياق فظننتها شيئا تلاشى تلاشى واندفى. ما معنى كلمة تلاشى؟ اختفى. ضعيها في جملة. تلاشى طيري من القفص. اختفى من القفص. تمام. ممكن جملة ثانية؟ وذهبت أنشلها فأعيا خاطري حتى نظرت إلى بنات بلادي. قالوا أليس الحسن في كل الدنا؟ ما نوع الأسلوب هنا؟ أليس الحسن في كل الدنا؟ استفهام. طيب أسئلة حتى هنا يعني ممكن أخيرا تعطينا مرادف لكلمة تمدح فعلى ما لم تمدح سواها موطنا. كلمة المديح شنو مضادها؟ مضاد كلمة المديح يعني عكسها. يعني أنا أمدح فاطمة العكس ماذا؟ طيب ما معنى كلمة المديح لم تمدح سواها؟ ذكر ذكر ماذا؟ معنى المدح ذكر الصفات الجيدة وعكسها الذم. شكرا يا فاطمة. شكرا على العافية. حياة طالبة. يلا تتفضل مدرسة بلقيس. بنات اعطوني اساميكم. ورد. يا ورد اسم جميل. ورد غازي شنو؟ والبنت اللي معاش؟ حوراء عبدالله. نعم؟ حوراء عبدالله علي. حوراء عبدالله علي. بنات من هو شفتكم؟ من زهرة. اعطوني اسمها الثلاثي عندكم موجود؟ زهرة شنو؟ حسن. زهرة حسن. زهرة حسن شنو؟ جاسر. هذه بلقيس. بلقيس الابتدائية للبنات.
ناسكم بنات هو سقط الغاليات صح؟ لا صوت صفير مكرم صوت صفير البلبل بس قصيرة صعبة شوف من حافظتنا؟ احنا نكون حافظتنا؟ في الدنيا حافظينها؟ كلها؟ ما شاء الله عليكم أنا محافظنا هي صفحة واحدة صح؟ ولا صفحتين؟ صفحة أول شيء قبل لا تقولونها زين أوكي قولوها بعدين بنسألكم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم قصيدتنا هي صوت صفير البلبلي للشاعر الأصمعي كانت شاعر في العصر العباسي ذهب إلى المأمون فقال له المأمون أعطنا شعرا من عندك فأعطاه صوت صفير البلبلي ولم يتمكن المأمون والجاري والغلام من حفظه لذا أعطاه المال وذهب بالأصمعي صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثمني الماء والزهر مع زهر لحظا مقلي وانت يا سيدي وسيدي ومولاي فكم تينني مزين رقيقي قطفتها من وجنه لثم ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والحور مال الطرب من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويلي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا من هبوز الفقر وفتية سقونني قهوة كالعسلل شممتها بآنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود دن دن دنلي والطبل طب طب طبلي طب 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 طبلي والسقف سق سق سقلي والرقص قد طاب إلي شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي وغرد القمر يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقليقلي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بحلة حمراء كالدمدملي أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلل أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل أحسنتم يا بنات هي إضافة إلى القصة اللي ذكرتينها أنه المأمون طلب منه قصيدة ما يقدر يحفظها وقال لي أن أنا بجيب عليك شرط أن تعطيني وزنها ذهبا طبعا هو فهم وزنها المأمون وزنها يعني وزنها في الإذن موسيقى فهو راح عقب ما قالها ما انحفظت صعبة انحفظت من أول مرة فجابها لي في رخامة حجر منقوشة على حجر حط الرخامة وزن الرخامة شبيل عاد تشوفي كم عطاني الذهب على عندي رجعه بس أول شيء جاب لي قصيدة عادية قال لي أنا سمعتها من قبل فقالها وقال لي أنا عندي بعد عبد يعرفها فقالها العبد لأنه يحفظها من مرتين وعنده جارية تحفظها من ثلاث مرات فقالتها فهو رجع وسوى قصيدة ثانية قال أنا بسويها صعبة عقب ودهن المأمون، المأمون ما حفظها، عقب قال للجارية والعبد أنتم سمعتوها من قبل؟ قال لهم ما سمعناها من قبل، قال المأمون عجرعتوا وزنها ذهب، بس هو تنازل عن الشعراء الباقيين قال أنا بتنازل عن حقي بشرط إنك تعطي الشعراء البقايا حقهم. جميل، شكرا ما شاء الله عليكم بلد.
هني طبعا بنسألكم لأن هي فيها كلمات مكررة، يعني هو لعب عليها لعبة لغوية جميلة. شوفوا هني في قوله الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي إلى قوله فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي. مر عليكم لفظة عقيقل؟ العقيق الأحمر، هي من العقيق، فهو صار غل كلمة، سوى لها في اللغة العربية ما يعرف بالتصغير، عندنا تصغير وتفخيم، هو صار غل كلمة عقيق إلى عقيق أو عقيق. نزين قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. هل في تناسب أو علاقة في المعنى، أتكلم مو علاقة في اللفظ، في المعنى بين الوجنة والخجل؟ ما هي العلاقة بين الوجنة والخجل؟ ممتاز، عندما تخجل يظهر الخجل في خدها وفي وجهها. يقول الشاعر أيضا وفتية سقونني قهوة كالعسللي كالعسيللي. بماذا شبه هذه القهوة؟ قهوة طعمها كالعسل اللذيذ. كالعسل اللذيذ، شكرا يا بنات. في بعض في بيت أنا بعطيكم الكلمة أنتم تجيبوا لي معناتها. والعود دندن دنا لي والطبل طبطب طبل لي. هاتي لي كلمة من هذا البيت بمعنى الطرب. الطرب دندنة يعني قريبة من حالة الطرب التي يعيشها المغني عندما يعزف العود. تفضل السادحة. ممكن تكلمونا عن الجمال في القصيدة أو جو القصيدة، أنواع الجمال، مفردات الاستخدامات في إظهار جمال القصيدة؟ يعني شنو اللي يميزها؟ شنو اللي يميزها القصيدة من جمال؟ فيها كلمات متكررة تقريبا نفس المعاني، وفي كلمات بس غير فيها أحرف علشان تصير بس يختلف معناها. تصير كلمتين بس سواها بكلمة. زين، أعطينا كم كلمة من الناس تدل على الجمال. قرنفلي، العقيقلي مثل الجمال ذكرتي، البلبلي نفس يعني صوت صفير البلبلي جمال. طيب عندنا اللي هو والسقف سقسق سقسق لي والرقص قد طاف إلي. والسقف سقسق، اشرحي هاي البيت. بمعنى ان المطر كان يطيح عليه ويطلع اصوات كالحاء. تمام، جميل. هل تصلح ان تكون مغنى هاي القصيده؟ من غناها؟ في اليوتيوب. شكرا يا بنات، يعطيكم العافيه. شكرا يا بنات، ان شاء الله. طبعا خلاص استاذ عائشة، طبعا في الختام لا يسعنا الا التوجه بالشكر الجزيل الى مركز عبد الرحمن كانو اللي انتم فيه الان، فارنا ان احنا نعرفكم في بدايته. هذا مركز المراكز الثقافية البحرينية، والمركز يقدم دورات ثقافية وبرامج على طوال العام، والبرامج تكون كل 3 اشهر. البرامج متنوعة، من ندوات، من أمسيات شعرية، من أمسيات موسيقية مفتوحة، لقاء مع مفكرين وعلماء. وهذا مقر المركز، يعني لمن يريد أن يتواصل أو يحضر في أي ندوة يحضر في هذا المكان. لقاءهم يتكرر أسبوعيا مساء كل ثلاثاء ليلة أربعاء، كل ثلاثاء ليلة أربعاء إلى هذا المركز، نشاط ثقافي
يحضره كثير من المثقفين والمتابعين. فكل الشكر للإدارة على استضافتها للمدارس. شكرنا الثاني لكم أنتم المعلمات والمعلمين على حضورهم وتواصلهم، ولكم أنتم أيها الطلبة، نلتقيكم إن شاء الله يوماً.